إشراك المرأة في العملية الانتخابية من بين ما ورد في مشروع القانون العضوي للانتخابات من خلال إقرار مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية بالبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن 20,000 نسمة حسب ما نصت عليه المادة 174. فهل الخطوة تعزز أم تقلص من وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة؟ المادة 174 تحاول أن تعطي مكانة مهمة جدا بل أسست لمبدأ سمي بمبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، مع أني دائما أعتقد حتى ما يسمى بالكوتا المرأة لا تحتاج بأن تقيد بكوتا معينة أو بحد أدنى معين، لأنه حتى الكوتا في الأدبيات الانتخابية تسمى بالتمييز الإيجابي، وإنما النظرة أن المرأة ينبغي أن تكون صح شريكا حقيقيا في كل المجالات. أنا ما أتمنى أن يتحول من الشرط 20,000 نسمة كسكان إلى 20,000 ناخب على الأقل، لأن الوعاء الانتخابي هو الذي نستطيع أن نحدد من خلاله العملية الانتخابية. إلزامية 50% من العنصر النسوي في قوائم الترشيحات قد يصادفه حسب البعض صعوبات بالنظر لعدم جاهزية المناخ الاجتماعي كالمناطق الريفية والنائية التي تكاد تكون المشاركة السياسية للمرأة فيها منعدمة، ما قد يضع الأحزاب أمام إشكالية البحث عن نساء يقبلن الترشح. ونعرف احنا بالمجتمع الجزائري مجتمع محافظ، كانت 30% هذيك أصلا كانت صعيبة، لما تولي ب 50% او تلغى القوائم هنا يتحسب لي كاين ما كاش فتح للحريات. سيكون من الصعب جدا حتى لا اقول مستحيل انه القائمه يتواجد فيها نصفها نساء. اقتراح اولي هو رفع نسبه السكان الى 50 على الاقل 50,000 في الطلب بالنسبة للمناصفة، وثانيا الدراسة يعني الحفاظ على حق المرأة في القوائم. مبدأ المناصفة وإن اختلفت الآراء حوله بين من يعتبره ضروريا لضمان تمثيل نسوي قوي في المجالس المنتخبة ومن يرى فيه إجحافا في حق قوائم قد تحرمها خصوصية بعض المناطق من ضمان 50% من النساء، إلا أنه يفتح مجال التنافس بين الجنسين لإثبات الكفاءة والجدارة للترشح.